الموضوع سهل وبسيط. انا كراجل مدرب حراس مرمى وجبت دلوقتي حارس مرمى وقعدت ادربه على ان هو يعمل تراي عالي وان الراجل ما ياخدش غير تدريبات عشان خاطر تخليه ان هو يتحسن في التراي، وفجاه الاقي ان الراجل بسم الله ما شاء الله شغال في العرضيات زي الفل، والراجل عمال يطلع ياخد عرضيات، والراجل شغال على الارض وشغال عالي ومفرداته بالنسبه له الدنيا بقت لوز اللوز، هقعد افكر. لا انا ما برمجش على كده، انا ببرمج على تمرين تاني خالص، ما انا مستواك عالي في جانب تاني. لا في مشكله مع عبدون برونو فرنانديز لمانشستر يونايتد، حصلت بقى الازمه دي. فجاه لقيت الفرقه ان مستواها بدات تتطور، الفرقه مره واحده بتلعب كره جميله، برونو فرنانديز بقى عنده تجانس مع بول بوجبا، وتلاقي وراه نيمانيا ماتش، والفرقه بدات تبقى شغاله، وتلاقي ان جرين وود بدا ان هو يحرز اهداف، ومارسيال اشتغل في نهايه الموسم، وتلاقي ان فجاه كده ماركوس راشفورد طلع من الغيبوبه تحته وبقى هداف الفرقه، والدنيا بقت بالنسبه للفرقه مظبوطه، وبرونو فرنانديز نجم الشهرين ثلاثه. وفجاه تلاقي ان يا جماعه كل الفرق دلوقتي بتعامل حساب لمانشستر يونايتد وبرونو فرنانديز، فطبيعي جدا ان الفرقه كلها تلعب مان تو مان على برونو، وطبيعي ان لما برونو هيقع مستواه تلاقي ان الفرقه ضربت في الحيط. وده اللي بالظبط حصل مع حارس المرمى اللي انا كنت قاعد اتدرب فيه على ان هو يمسك الكوره العاليه، وفجاه لقيت ان هو مره واحده رجع بسم الله ما شاء الله، لا بيصد عالي ولا بيطلع ياخد عرضيات علشان خطط التطور بتاعه ده كان تطور لحظي، وكان تطور معنوي علشان خاطر كان فيه حاجه في نفسيته كانت عايزاه يلعب كوره وعايزاه ان هو يتالق، وفجاه تالق بعد ما الحاجه والدافع ده راح رجع لمستواه الطبيعي. وده اللي حصل مع مانشستر يونايتد بالظبط. وسبحان الله النهارده جوزيه مورينيو سنتين و10 شهور مستني اللحظه دي، مستني لحظه نثبت للعالم كله ان سوليت شاير ما هو الا مدرب صنعه جوزيه مورينيو بالغضب المتلاشي من اللعيبه ناحيه مورينيو. فلما مورينيو رحل اللعيبه دي من خطابها مع مورينيو كانت تثبت ان اي مدرب هيجي يمسك الفرقه من بعده الراجل ده عالمي وزي الفل، وده فعلا اللي حصل مع اول جون سوليت شاير في اول 10 جولات مسك فيها الفريق بعد اقاله مورينيو. اللعيبه طلعت بيه السما واثبتت ان الراجل مدرب ممتاز علشان خاطر هم كان عندهم كميه خنقه من مورينيو كانت غير طبيعيه، ولما حصل والفرقه لعبت بيه السنه اللي فاتت كان باين قوي ان الراجل يا جماعه ما عندوش افكار واضحه، والراجل عنده مشاكل كتير قوي وعنده ازمات. لما مره واحده لقيت ان هو جاب برونو الدنيا ظبطت، قعدت تتكلم على ان الراجل بدا يبقى ليه شغل تكتيكي، الراجل شغل تكتيكي في الماتشات الكبيره معروف، هجيب الهدف الاول وهرجع هدافع علشان خاطر عندي حارس مرمى زي دخيا. النهارده الموضوع كان سهل جدا وبسيط، جبت الهدف الاول بضربه جزاء عن طريق برونو فرنانديز، بعد كده حاولت ان انت ترجع تامل، لقيت ان انت لبست من هجمه من اللي بيحبها جوزيه مورينيو وتوتنهام النسخه الحاليه، العب في العمق، اديله في العمق، وتبص بقى على العمق بتاع يونايتد في الاسطوره الحيه هاري ماجواير اللي ميزته في الحياه ان هو لاعب انجليزي والاعلام الانجليزي بيطبل له علشان خاطر يكون فيرجيل فان دايك، والراجل عمره ما هيكون فان دايك اطلاقا ومطلقا وابدا، والاسطوره الحيه ايريك بايلي اللي هو بيعمل لك ماتش حلو قوي و10 زي الزفت. النهارده بقى كان من ماتشات ال10 اللي زي الزفت، ولما تلاقي ان العمق بتاعك ضارب مع باك شمال ضارب مع باك يمين عنده مشاكل احيانا في ماتشات، فبتلاقي ان خط الدفاع بتاعك ضرب في الحيط، ولما تلاقي ان نص الملعب بيلعب قصاد نص سوسوكو بيلعب تانجين دومبلي كصانع العاب وراهم اولبرج، وتلاقي ان الفرقه بدات تظبط كمنافس للليج توتنهام النهارده، وتلاقي ان خط الدفاع بتاعه فيه لعيب ممتاز جدا زي رجلون، مش هقعد طبل سيرجيو رجلون كل مباراه، الراجل ده كل مباراه بطريقه 10 على 10 بطريقه ورا اروع. اوريين النهارده عمل مباراه ممتازه، خط الدفاع توتنهام اسف عمل مباراه عظيمه جدا، وخط نص عمل مباراه عظيمه، واللي ساعد في كل ده الاسطوره الحقيقي ايريك لاميلا. لاميلا ممكن ما يعملكش حاجه في المباراه بس يعمل لك حاجه بسيطه، يستفز الخصم، استفز مارسيال فمارسيال ضربه واتطرد، هتقعد تقول لي الكره تستحق ولا ما تستحقش، اقول لك الفار بيغلط احيانا، وحطك اسود ان الفار غلط معاك بعد ما فجاه لقيت ان انت اتعدلت بسرعه على طريق تانجين دومبلي، وكمان سون جاب فيك الهدف اللي هو سبحان الله بيلعبوه كل مره، هاري كين بيلعبه مباشره في عمق السون ناحيه الشمال، وبتلاقي ان سون بيقدر يحرزها ناحيه اليمين اسف، بتلاقي ان سون بيقدر يحرزها، وبتلاقي ان انت خسران ومطرود منك واحد، قلت لك انا سرتش لما بص على الدك قال لك بص طب ما نعمل ايه بقى؟ اطلع برونو فرنانديز يلعب فوق اللي هو طب بالصلاه على النبي مين اللي هيدي لبرونو فرنانديز من تحت؟ قال لك ما هو راشفورد شغال من ناحيه الشمال، وهتلاقي جرين وود بيشغل ناحيه اليمين، وهتلاقي في اثنين نص ملعب كده بيحاولوا ان هم يساندوه، كمان هو ايه هيلعب مهاجم وهيرجع يضم معاهم في الحاله الدفاعيه، وهتلاقي ان ماركوس راشفورد بيكون مكانه والفرقه مش معاه كوره. طب الكلام ده تمام يا معلم، الكلام ده لبسه ثلاث جوان مره واحده، الكلام ده لبسه وفجاه كده فجاه لبسه جونين، وفجاه سون وهاري كين قرروا ان هم يشيلوا الفرقه للمره الثالثه او الرابعه علشان خاطر يثبتوا حاجه مهمه، قيمه ثابته في خط هجوم توتنهام، سون وهاري كين. صراحة موسم ممتاز جدا لسون وهاري كين حتى الآن في تعامل جوزيه مورينيو معاهم، لو أنت اديت اللعيبة دي حرية هجومية هتلاقي إن هم بيدوا لك إبداع وإمتاع، ومورينيو النهاردة بسم الله ما شاء الله كان عادل للفرقة كمية حماس وكمية دوافع من بره الملعب قبل المباراة تحسسك إن في نية جوزيه مورينيو ناوي عليها، لما تلاقي إن الفرقة جايبة الهدف الخامس والتاسع إن هي تجيب الهدف السادس ومش محترمة إطلاقا إن هي بتلعب مانشستر يونايتد، لا يا معلم اعرف ان ده شغل المدرب من على الدكه بيقول لهم ان احنا لازم نكسب باكبر نتيجه علشان خاطر نعمل تاريخ، وفعلا النهارده عمل تاريخ، كسب مانشستر يونايتد على ملعبه في الاولد ترافورد 6-1، مباراه ادورد في اخر المباراه قعد يكتب كده حاجات لمجلس الاداره والجليزرز يا جماعه
انا هعمل ايه؟ مين اللي هيستفيد فينا؟ انا ولا سوليت شاير؟ بصراحه هما الاثنين رايحينهم مكسب لجمهور مانشستر يونايتد. الفكره كلها فكره بسيطه، انت عندك لعيبه شباب ممتازه جرين وود، وعندك ماركوس راشفورد. مشكلتهم اعلاميه، لما تلاقي واحد بتشبه مايكل اوين وتلاقي واحد بتشبه بكريستيانو رونالدو، وفجاه تلاقي ان المساك بتاعك برده بتشبه بالعظمه وان هو مساك ممتاز علشان خاطر الثلاثه انجليز. ليه يا عم الحاج كده؟ اعلامي انجليزي بيطبل للعيبه، هم الانجليز كده يحبوا اللعيبه بتاعتهم قد عينيهم، يقول لك اللعيبه دي اعظم لعيبه في العالم. ليه؟ هم انجليز وزي الفل. طب يا جماعه هاري كين بيقدم موسم عظيم، وهاري كين بيجيب النهارده 3 اهداف، وسون بيجيب، هاري كين بيجيب هدفين، مش عارف انا معلق انا على هاري كين بيجيب 3 اهداف دي ليه. هاري كين بيجيب هدفين، وكانت لحظه ما يعلم بها ربنا اللي بعت فيها هاري كين. وسون بيجيب له هدفين، وسيرجيو ريبي بيجيب هدف ممتاز، الهدف الخامس اللي بيخلص تماما على الفرقه اللي هي بتبدا اشوط الثاني، بتطلع برون فرنانديز وتنزل فريد. انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه انت؟ ايش بتسوي يا اخي؟ يا اخي عمال تهبط من اول المباراه، وعمال تهبط من اول السنه، وماشي بالزق. يعني من الماتش اللي فات اتحسب لك ضربه جزاء في الدقيقه 95 ولاعيبه برونو وجبت هدف، او كسبت وربنا كرمك، ما حدش سالك الفرقه ليه ايقاعها بطيء، والفرقه ليه ممله، والفرقه ليه بقت فيها حاله شلل غير طبيعي. بس سبحان الله تيجي النهارده قدام مورينيو، المدرب اللي انت جيت من بعده، والمدرب اللي انت اثبت يا جماعه لما تدي الحريه للعيبه واريحيه للعيبه اللعيبه بتديك احلى شغل، ففجاه كده مره تلاقي نفسك لبس سته. طب الحريه والاريحيه دي؟ لا يا معلم، اقول لك احطهم فين؟ سيرجيو ريجيلون واحد من انجح الصفقات اللي جوزيه مورينيو عملها، ممكن يكون في توتنهام، مش هقول لك مسيرته الادبيه لانه جاب لعيبه عظيمه جدا. توتنهام كسب المباراه النهارده عن جدار واستحقاق، وان كان يستحق ان هو يجيب السابع ولا الثامن، علشان خاطر في فرقه قدامه النهارده تماما لما طرد منها مارسيال. فلما تقعد تسال نفسك في فرقه كبيره بيفرق معاها طرد للدرجه دي؟ اقول لك لما تكون فرقه كبيره مش واقفه على رجليها، ولا في اساس، ولا الفرقه واقفه على ثبات في شخصيه دفاعيه، ولا الفرقه واقفه على قوه هجوميه. لما الفرقه بيكون معاها كوره والفرقه عندها مشاكل، ان اللعيبه دول لما بيكونوا في حالتهم وفي الدي بتاعهم الفرقه بتكون ممتازه، غير كده بتلاقي ان الفرقه مؤهله تماما تكتيكيا. ودي حاجه بتاع مدرب واقعد اقول شويه دايما مسؤول على كل مشاكل تحصل مع لعيبه مانشستر يونايتد جوه الملعب. بس كالعاده يعني انت هتزعل ليه؟ تقول لي اصل لما بيتغلب بتقول كده. لا والله، من السنه اللي فاتت بقول ان هو مدرب فاضي حاطه وهو بيكسب. بس مش مصدق انت الكلام ده غير لو دورت عندي في الفيديوهات، ولو دورت في الفيديوهات دي معناه انك ممكن تشترك في القناه لو اي فيديو فيهم عجبك. وفيديو ساوثهامبتون ده لو اتفرجت عليه تفهم ان المشكله كانت من بدري باين ان هي تالق لعيبه اكتر ما هو ابداع مدرب. خساره استحقاقها انت كمشجع مانشستر يونايتد. صراحه ما شفتش اي حاجه منك طول المباراه غير ان انت بعد الطرد كاسكس ورا، وبعد كاسكس ورا اعتمدت على اريك بايل وماجواير ولبسته في الحيط. ما تنساش ان هو محتاج واحد مكان لوكشو، ما كانش محتاج ان هو يجيب دوني فاندي بيك، هو كان محتاج واحد مكان لوكشو. بس كالعاده عشان مدرب ملوش اي 60 لازمه جوه الغرف المغلقه، ف ادوارد ضحك عليه وراح جاب له لعيب نص ملعب وهو محتاج لعيب باك. عاد كل حاجه بتحصل مع الادارات اللي بتدور بطريقه ماليه وبتعتمد على ان هي جايبه مدرب جعلوس واقف على الخط، واي حاجه بتحصل في الدوري الانجليزي حاليا مع الفرق اللي بقت خلاص المدرب بقى رقم واحد والمسيطر على كل حاجه جوه الفرقه عكس مورينيو. مورينيو ممكن يعمل حاجه مع توتنهام يصعد لاوروبا ليج عادي.